بعد تدهور حالته الصحية من أكثر من شهر نتيجة إصابته بالسرطان، فرق المخرج المصري عمر الشيخ الحياة مبارح عن عمر 41 سنة. وصدم خبر رحيله الوسط الفني والإعلامي المصري، فنعى عدد من النجوم المصريين عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل أيام على انطلاق التصوير وبعد وصول الاتفاق لمرحلة نهائية، عرف موقع الفن أن الممثلة السورية كراس بشار انسحبت بشكل رسمي من بطولة مسلسل دقيقة صمت. بشار اختلفت مع الشركة المنتجة على عدة تفاصيل وقررت الانسحاب بعد وصول الطرفين لطريق مسدود، بوقت تم ترشيح عدة بديلات منهم سلافة معمار، أمل عرفة ونسرين طافش للعب دور البطولة إلى جانب عابد فهد واستيفاني صليبة. داول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشبيهة الممثلة نادين نسيب نجام السعودية فاطمة الأنصاري، لكنها ظهرت بالصورة من دون حجاب وقدرت تلفت أنظار المتابعين بجمالها من جهة، وتعرضت من جهة تانية لعدة انتقادات من قبل بعض المتابعين. من ناحية أخرى كانت الأنصاري أعربت عن استياءها بسبب يلي قالوا المتابعين عن تقليدها للممثلة نادين نسيب نجام. بعد ما طرحت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أغنية تاج راسك من ألبومها الجديد، كتب الملحن المصري حسن الشافعي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تعليق أشاد فيه بكلمات وألحان الأغنية وبشيرين نفسها يلي ملهاش تاني بحسب تعبيره. فردت عليه شيرين وقالت: أنا لو عندي ابن بتمنى يطلع مثلك، وأنت عارف قدي أنا بفرح لما أشتغل معك وبفتخر فيك دايما كفنان مصري. نشرت النجمة العالمية هالي باري عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة إلى من المغرب مع الجمل، وعلقت عليها وقالت: أنا حرة هون، أنا حالي هون. ولقيت هالصورة أعجاب عدد كبير من المتابعين. لا تعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبون، زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب وكبسوا على الجرس ليوصلكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد، وتابعونا يوميا بموجز بيقدم لكم أبرز الأخبار الفنية يلي بتهمكم.